مفرومه، تاني مقادير الكفته لوحدها. يعني ممكن تعملوا الكفته دي لوحدها وتاكلوها. اول حاجه عندي صدرين فراخ مفرومين ورشه بهارات ورشه قرف جنزبيل ومعلقه كورن فلاور او نشا ومعلقه صويا صوص واخيرا بصلايه مفرومه. اما مكونات الشوربه اللي ممكن تبقى لوحدها برضو، عندي ثمرتين من الجزر وثمرتين من الكوسه وكوبايه من الكرنب، كوبايه من الكرنب وبصلايه تاني وحزمه كزبره، وعندنا كمان معلقه من زيت السمسم ومعلقه جنزبيل اخضر. وطالما احنا حاطين هنا فراخ فانا قلت ما نحط شوربه فراخ، نحط ميه عشان تبقى اخف برضو شويه عشان نعمل الشوربه. تعالوا مع بعض نقول تاني مقادير الشوربه سريعا. الاخيره عندي زي ما قلنا ثمرتين من الجزر وثمره كوسه وربع او كوب من الكرنب، يعني ربع كرنبايه بيضه متقطعه اللي بيسموه الملفوف في الدول العربيه. عندي بصلايه وعندنا حزمه كزبره واخيرا معلقه زيت سمسم واحده اللي هي الدهون في الاكله دي كلها ومعلقه جنزبيل. هسيب الدكتور تتكلم. طبعا احنا اتكلمنا كتير قوي عن الفراخ واتكلمنا عن الكوسه والجزر والبصل، عايزين نتكلم عن الملفوف او الكرنب والجنزبيل مثلا والكزبره الخضراء والحاجات الموجوده فيها دي، وانا هسيب حضرتك تشرحي وانا بشتغل بقى. تمام. كل سنه وانتم طيبين. احنا انا اول مره اطلع صحيح ده النهارده بمناسبه النهارده في صيام العذراء ودكتور شيري معايا، فانا قلت لها هنعمل اكل صيام اللي جايه وان شاء الله بكره ان شاء الله وبعده تقريبا هنعمل اكل صيامي، لان انا ما عرفتش غير قريب فمعلش سامحوني. تملي انا والشيف يسري بنتكلم في قبل الحلقه وبنحضر المنيو وبنبقى عايزين نعمل حاجه صحيه. فاحنا النهارده عاملين الصنف الاولاني، هتكلم على شويه مكونات من اللي فيه. والصنف الثاني هيبقى فيه اساسي سمك ومكرونه بني. طبعا احنا بنحاول يوم الاحد يبقى الاكل صحي، واحنا بنقول ان هو الموضوع مش موضوع دايت، يعني احنا هنتكلم خالص دلوقتي على الفايده الغذائيه او القيمه الغذائيه للاكل دوت، اللي هو ممكن اي حد بيعمل دايت او مش بيعمل دايت ياكل الاكل بالطريقه دي والجسم يستفيد منه جدا. طبعا التغذيه الداخليه اهم من التغذيه الخارجيه للجسم، يعني الاكل اللي بناكله هو ده اللي بيبين شكلنا ايه، وشنا ايه، النشاط بتاعنا ايه، نفسيتنا حتى ايه. من الحاجات الحلوه قوي في الوجبه الاولانيه اللي هو الكرنب او الملفوف، ده من الخضروات اللي ليها قيمة غذائية عالية جدا جدا. الكرنب طبعا فيه فيتامينات، مجموعة فيتامينات كتير قوي، فيتامين ألف، فيتامين سي، فيتامين كاف، فوليك أسيد اللي هو محتاج لتكوين كل أنسجة الجسم. من الحاجات المهمة قوي في الكرنب، هو مهم جدا لصحة السيدات بالأخص، لأن وجدوا فيه مادة اسمها إندول. مادة الإندول ديت بتحفز الاستروجين النافع للجسم، يعني هو في كذا نوع من الاستروجين في الجسم، في نوع بيقي السيدات من لا قدر الله سرطان المبيض، سرطان الثدي. فالكرنب من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي هو، ودي طبعا طبقا لدراسات اتعملت على ناس بياكلوا مواد فيها ماده الاندول دي عاليه زي الكرنب، لقوا ان هو فعلا نسبه الاصابه في سرطان زي الثدي بتقل جدا جدا. من الحاجات كمان المهمه جدا في الكرنب هو ماده الفلافينويدز، ودي ماده هنتكلم عليها موجوده في اكلات تانية في الحاجات اللي احنا هنعملها. ايه بقى ماده الفلافينويدز ديت يا شيف يسري؟ دي ماده مضاده للاكسده، يعني ايه، وهي موجوده اكتر في الكرنب الاحمر عن الاخضر بس موجوده برده. احنا قلنا قبل كده بس نفكر الناس، مضادات الاكسده هي المواد اللي هي بتقي الجسم من الشوارد الحره، جسمنا على طول في مرحله من الميتابوليزم، يعني ايه، بيشتغل، يعني في تمثيل غذائي في الجسم. تيجي الماده دي، طبعا تمثيل غذائي هيطلع منه حاجه اسمها شوارد حره، هي دي اللي بتعجز الخلية، هي دي اللي تخلينا عندنا خمول، هي دي اللي ممكن تعمل أعراض للشيخوخة، هي دي اللي بتخش في الباثولوجي أو في أمراض كتير جدا. فلما تكون الأكل، لما يكون الأكل اللي احنا بناكله فيه نسبة عالية من الفلافينويدز دوت، بيقي الجسم من مضادات الأكسدة، وبالتالي بتبقى قيمته الغذائية عالية جدا. فالكرنب من الحاجات اللي فيها فلافينويدز عالي جدا. طيب بالنسبه بقى الناس اللي بتعمل دايت، ليه بيقول لك اول حاجه بس صغيره؟ طبعا لما الدكتور بيتكلم على الكرنب يعني معنى كده مش لازم يكون في الشوربه بس، ممكن يكون المحشي كرنب نفسه برضو في نفس القيمه. عملناه مره بطريقه دايت ان شاء الله. عملناه فاكره حضرتك.
طب بس انا هقول حاجه وبعد كده هنكمل. انا بس بعد ما عملت الكفته دي اللي كان مكوناتها صدرين فراخ مفرومين وبصلايه مفرومه ورشه جنزبيل ورشه من البهارات وكمان معلقه من الكورن فلاور ومعلقه صويا صوص، هندخلها الفرن تحت الشوايه، يعني ما فيش اي ماده دهنيه هنا اهو، وتعالوا نكمل الشوربه مع بعض. اتفضلي يا دكتور. من الحاجات الحلوه كمان في الكرومب او الملفوف ان هو نسبه الشبع بتاعته عاليه جدا، يعني الناس اللي بتعمل دايت سواء حطت الكرومب دوت في السلطه، سواء عملته شوربه الكرومب المعروفه في الدايت، سواء عملته في الاكل زي ما احنا نعمله كده سوتيه في على النار، كل دوت يخلي الوجبه دي مشبعه جدا جدا، لانه بيحتوي على كم من الالياف عالي جدا جدا، يعني كوبايه الكرومب فيها 4 جرام من الالياف، ده معناه ان نسبه الشبع. طب بس شم ريحه الزيت السمسم قربتي منها؟ جميل جدا. انا بقى اقول لك اللي هو النفاذ النفاذ. اتفضلي. زيت السمسم الحاجات اللي فوائدها عاليه جدا وناس كتير مش بتستعمله، بس هو حلو كده نستعمله بنسبه قليله. انا معلقه صغيره بالظبط كده. هو مفيد جدا. فنرجع تاني للكرومب ونقول عشان بس الناس اللي بتعمل دايت الالياف اللي فيه عاليه جدا، وفي كمان حاجه لقوها ماده في الكرومب بتسد النفس، فالناس اللي بتعمل فهي غير ان هو بيشبع هو كمان هيسد لكم نفسكم، فايه هيخلي الناس تاكل قليل. معلومه برضو ناس كتير ما تعرفهاش، الناس بتفتكر ان البروتين موجود فين؟ في اللحمه والفراخ. الكرومب ده فيه بروتين. يعني الناس النباتيه اللي هم مش بيقدروا ياكلوا مثلا لحمه وفراخ، او الناس اللي هي صايمه، او الناس اللي معتمده في اكلها مينلي على الخضروات يعني والفاكهه، في بروتين. في بروتين زي المشروم مثلا، في بروتين قريب كمان من البروتين الحيواني، يعني هو زي المشروم بس قيمته الغذائيه عاليه، يعني هو طبعا مش بيوصل لكل الامينو اسيد او كل الاحماض الامينيه اللي موجود في البروتين الحيواني، بس فيه كم كبير جدا من الاحماض الامينيه. طب جميل. احنا كده قلنا عن الكرنب حاجات كتير قوي. احنا هنحط دلوقتي الكزبره. شك ان هو قريب من الكزبره. عايزين نتكلم بقى عن الكزبره الخضراء، لان الكزبره الخضراء اولا فيها طعم وريحه نفاذه بتتحط في الاكل، بتبقى لها نكهه مختلفه. الى جانب ان في قيمه غذائيه انت قلت لي عليها عاليه جدا، فاحنا ده اللي عايزين نعرفه من حضرتك دلوقتي. الناس اللي عندها يعني كزبره من الحاجات القيمه الغذائيه من الاوراق الخضراء، طبعا الاوراق الخضراء كلها مفيده جدا للجسم. الكزبره اللي احنا هنحطها النهارده في وجبه النهارده الناس اللي عندها ودي حاجه اللي بيشتكي كتير منها قوي من المصريين او ناس بصفه عامه في العالم، اللي هو القولون العصبي. من احسن الحاجات اللي تعالج القولون العصبي الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء كمان الناس اللي عندها اضطرابات في ضربات القلب، ودي برده الناس ما تعرفش المعلومه ديت، ان في يعني احنا مش بنتعالج بس بالادويه، احنا ممكن الاكل بتاعنا يخش في العلاج بتاعنا زي الكزبره الخضراء. الناس اللي عندها ضربات قلبها مش منتظمه، دي من الحاجات اللي بتنظم ضربات القلب، وبداوا يحطوها في تركيب بعض الادويه اللي هي ممكن تستخدم في تنظيم ضربات القلب، او يعني بياخدوا منها مواد لكده. هو انا سمعت ان الملوخيه بيحطها في برضه في بعض الادويه. وعملوها كبسولات في اليابان. من الحاجات برضو الكويسة جدا انها بتحافظ على نسبة السكر ثابتة في الدم، زي الكرنب زي الكزبرة الحاجات اللي هي فيها الياف، الجزر اللي احنا حاطينه، الكوسة. بكميات ايه يا دكتور؟ بأي كميات ولا يعني ما بتبقى ممكن طالما معمولة بطريقة صحية، يعني حاطين فيها حبة زيت صغير، حبة معمولة بالطريقة الصحية دي ممكن ناكل منها كميات كبيرة، دي تساعدنا على الخسسان وتبقى صحية جدا ما فيش مشاكل. جميل. طيب دلوقتي يا دكتور احنا حطينا، عايز افكرهم، انا حطيت معلقه صغيره من زيت السمسم، حطيت عليها البصلايه المفرومه، وبعد كده معلقتين الجنزبيل الاخضر اللي هنتكلم عليه بعد ما نرجع، وحطيت الجزر والكوسه والكرنب، وزودت بالميه، ودلوقتي بتغلي. عايز اوريكم الكفته دلوقتي بعد ما طلعناها من الفرن، انا حطيتها تحت الشوايه، شايفين اهي مستويه اهي، شايفينها؟ خلاص انا هحطها هنا في الشوربه تغلي معاها، وبعد لما نرجع من الفاصل هنغرف مع بعض الشوربه بتاعتنا، وبالهنا والشفا. اكله قيمتها الغذائيه عاليه جدا طبعا الدكتور هتقول، وطعمها حلو قوي وفي نفس الوقت صحيه. خليكم معانا لبعض الفاصل علشان نشوف اكله تانية من الاكلات الصحيه بعد الفاصل. على الشوربه وقيمتها الغذائيه وخصوصا الكرنب، هنتكلم دلوقتي على بال المغرب بس شويه من الشوربه دي على الجنزبيل وزيت السمسم اللي انت وعدت نتكلم عليه، اما نخش عند السمك نتكلم على السمك. الجنزبيل من الحاجات من الاعشاب المهمه جدا جدا في عمليه الحرق،
طبعا في كده وصفات معروفه اللي هو الجنزبيل بالليمون بعسل النحل، الجنزبيل بالقرفه، دي كلها حاجات طبيعيه. بدل ما ناخد الادويه اللي هي بتزود الحرق، ممكن ان احنا ناخد الوصفات دي طبعا بكميات معقوله. ولازم نبقى عارفين مصدر الاعشاب، لان الجنزبيل مثلا مشكلته ان هو لما بيتخزن كتير في صوره بودره ممكن يحصل له هو يسوس. طبعا تعمل الفريش، فالفريش احسن. طبعا انا لسه كنت ريحه الشوربه جميله، بس نصايم ماشي في السريع. صح. احنا هناكل السمك. السمك انا عامله بحليب جوز هند. ده الحليب الجوز هند ده كمان انا سامي اتكلم عليه كتير، لان هو من الحاجات اللي الناس مش عارفه فوائدها، بس مفيد جدا. طب دلوقتي احنا خلصنا الشوربه، انا حطيت نص كميه الكزبره جوه، وبعد كده هنخل شويه كده عشان تفضل ريحتها نفاذه مع التقديم. وزي ما عودتكم ان انا لما بغرف واحد بريسيون، يعني على قد فرد يعني طبق الشوربه، بعد كده اللي عايز يشرب تاني مفيش مشكله، هنحرك الطبق وبعد كده نقول مقادير الطبق التاني ونسيب حضرتك تتكلمي. تنسيش زيت السمسم. حاضر. والناس اللي بتبدا اكلها بطبق الشوربه، نعم، ده بيدي شبع عالي جدا، فبيخلي كميه النشويات اللي هي بتاكلها في الوجبه بعد كده قليله جدا. فمن الحاجات الحلوه ان احنا طبعا النهارده بس الطبقين مش مع بعض، لان احنا كنا عايزين نعمل طبق للناس كلها وطبق تاني صيامي. فالشوربه طبعا لما تتاكل في بدايه الاكل، شوف يسري، من الحاجات الحلوه قوي، قيمه غذائيه تملى البطن، فتخليك تاكل اكل قليل، فتساعد على جميل.